من أراد الجيش الديمقراطي المتقدمة مع أخت المرشحة فاطمة الزهراء. الاسم ديالي فاطمة الزهراء، وكيلة قرية بمدينة صفرو. بالنسبة لهذا الفرع اللي احنا أسسنا في مدينة صفرو، فرع ديال جمعية سايس، أسسنا على أساس باش تقنين هذا الميدان ونحاربوا العشوائية، ودار جميع التأيق الوسطاء العقاريين، لأن راه في المستقبل راه جاي بأنه اللي ما عندوش ورقاته، اللي ما دايرش المسائل ديالو، راه أي وسيط خدام راه غادي يتقسى، ما غيبقاش خدام. هذا هو علاش درنا أسسنا هذا الفرع ديال جمعية سيس. السلام عليكم إخوة الكرام، معكم محمد العرفاوي، وكيل عقاري بمدينة فاس، رئيس إعلامية ديال جمعية سيس الجهوية للوكلاء والوسطاء العقاريين بجهة فاس مكناس. أقول وأنادي السيد رئيس الحكومة أن يشوف الوكيل والوسيط العقاري ويخرج له ذاك القانون اللي هو لا يزال في الأمانة العامة، لأن الوكيل والوسيط العقاري الآن وزارة الإسكان حطته في واحد الموقف اللي هو جد صعب، بأنه أن يقول ويكون هو عينها الذي لا ترى بها إلا أن التاجر أو المستثمر أن تخبره بأن كأنه في عملية غسل الأموال باش. ولكن هناك سبب اللي غيخلي الوكيل والوسيط العقاري ما يديرش هذه العملية، هي اللي حايزة الوكيل العقاري، وهي أن الوكيل والوسيط العقاري القانون ديالو مازال ما خارش، كيفاش يدير هذا الوكيل والوسيط العقاري يحمي راسه؟ هو ليس له قانون يحميه وغيكون عين وزارة الإسكان، فهذا كيبان لي حق لازم ياخذوا الوكيل والوسيط العقاري. الرحمن الرحيم، مسؤولة العلاقات العامة بجمعية سيس. اليوم كنتكلم وبغيت الصوت ديالي يوصل للوزارة والدولة باش تشوف من حال هذا الوكيل العقاري اللي كيعاني التهميش وكنعانيو العشوائية، اللي هي ما بقيناش خدامين حنا بصراحة بعد العشوائية. يعني ولينا كنضطروا كنخلصوا الكراوات، كنخلصوا الظلمه، كنخلصوا بزاف ديال لي شارج، ولكن باش نستافدوا لا، يعني ما بقيناش خدامين. اليوم بغينا الدوله تنصفنا وتخرج لنا هذا القانون الحيز الوجود، لعل وعسى نطوروا من هذه المهنه ديالنا اكثر، وحنا الحمد لله كنساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، يعني عندنا واحد الدور كبير في الاقتصاد ديال البلاد. بغينا حتى الدوله تشوف من حال هذا الوكيل العقاري، لانه كيعيش بزاف ديال التهميش، يعني ما كنستافدوش بزاف ديال الحوايج. يعني اليوم كنشوفوا لي بروموتور تيبنيو تيعلقوا لافتات ديالهم، كنشوفوا لي بروموتور الكبار، يعني شركات كبرى كتبني وكدير مكتب لتحت وكتبيع وتشري. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد بوغرا الناطق الرسمي باسم جمعيه سيس. اليوم كنحضروا لمدينه صفرو من اجل تاسيس فرع لجمعيه سيس بهذه المدينه للنهوض باوضاع الوكيل العقاري التي نعتبرها مزريه. وجاءت جمعية سيس لهذه المدينة لتأطيره وتنظيم الوكيل العقاري بمدينة صفرو، وكذلك للرقي بهذه المهنة والوكيل العقاري يعني في المغرب ككل، نظرا لتطلعات الوكيل العقاري وما سيعرفه المغرب إن شاء الله من ازدهار ومن تنمية في جل البلد إن شاء الله تعالى. فيعني جمعية سيس تطمح لتأطير هذا الوكيل باش يكون في المستوى ديال التطلعات ديال البلد ككل. اسمي صنهاجي، وكيل عقاري بمدينة فاس، كنتمي لجمعية سيس الجهوية. بالنسبة للصعوبات والأمور اللي كنلقاوها هي هذه المهنة غير منظمة لحد الساعة، كنحاولوا باش ننظموا هذه المهنة ونوصلوا الصوت ديالنا للوكيل الوسيط العقاري بالجهة كاملة باش نغطيو الجهة، حيت عدد ديال الوسطاء والوكلاء كيتعرضوا للضغوطات وكيتعرضوا كيديروا لهم الحقوق ديالهم، وهذا لهذا الحمد لله وصلنا لهذ المدينه صفرو اللي هي وقيلة مشينا للمكناس قلنا صفرو وازروا الحجم، دابا جينا صفرو باش نديروا الكلمه ديالنا ونعطيو البصمه ديالنا ديال الجمعيه في هذه الجهه هذه.